بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معنا في درس بسيط جدا وسريع جدا عن صنع يعني خلفية جميلة زي اللي انا عملتها دي. نشوف الشكل، يعني هنتكلم بقى عن الفراكتال نويز، وهنتكلم على السي سي او على السيل باترن ومعاهم الشاين عشان ندي الكومباوند الحلو دوت. وانت بعد كده بتستغل الافكتات دي زي ما انت عايز وزي ما انت تحب. اول حاجه اعمل نيو كومبوزيشن، هسميها هيز، خلاص. وبعدين اعمل اوكي، بعد كده كنترول واي علشان اعمل الباك جراوند بتاعتي، احط عليها اول حاجه اللي هي السيل باترن. في هنا سي اي سيل باترن والسيل باترن العادي بتاع الافتر، انا هشتغل بالعادي، بيديني شكل زي الخلايا. طبعا عندي هنا انواعه، في بابلز وفي كريستالز وفي وفي وفي، انا هشتغل على تيوبولر. بعد كده انفرت، لو عملت انفرت يديني شكل زي العروق كده، لكن انا عايز اسيبه بولز زي ما هي. اعلي الكونتراست شويه، اخليه مثلا قيمه 400 ولا حاجه، بحيث يبقى واضح وظاهر قدامي كده. الديسبيرس اللي هو عدم الانتظام، بدل ما هو واحد يعني قيمه كامله، ممكن اخليه عدد صغير، ممكن اخليه 5 من 100 مثلا، يديني شكل مش عارف الشكل ده ايه، بس هو شكل حلو. السايز ممكن اخليه مثلا 100 بالمنظر ده. عندي يعني على فكره الافكت ده بيتحرك، انت ممكن تتحرك الايفولوشن بتاعته زي النويز بالظبط، الت كليك وتكتب تايم استريك اللي انت عايزه، او انك انت تعمل حاجه اسمها التيلينج، تعمل حاجه اسمها انيبل تيلينج، يعني كل خليه بتشبك في اللي بعدها. ممكن تحرك الاوفست زي النويز، يعني هو تقريبا شبه النويز. بعد كده هروح احط الفراكتال، فراكتال نويز، اسحبه كده مش مشكلة، هو دراه مش مهم. اختار دايناميك بروجريسيف، سوفت لينير، اختار سبلاين، لا سبلاين ناعمة قوي، لينير عشان يبقى فيها ديتيلز. انفرت، بعد كده ارفع الكونتراست شويه، خليها مثلا 150 عشان تبقى انا هعمل منها نار. بعد كده الكومبلكستي خليها 15 عشان يبقى في ديتيلز. الايفولوشن اخليها تايم، في حرك بـ بـ يعني بـ 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 بحركه كبيره او بسرعه في 360، بحيث تبقى حركه النار او حركه الغليان سريعه زي ما انت شايف. بعد كده الايفولوشن اوبشنز، هقول له سايكل ايفولوشن عشان يعمل الفريم الاولاني زي الاخراني، بس هخلي عددهم 15 سايكل، 15 دوره. طبعا لو احنا جينا عملنا ريندر هنلاقي ان الريندر بتاع ده النويز المره دي سريع. ليه؟ لان انا ضارب التايم في 360، وفي وسط ده بعمل 15 ريفولوشن في الثانيه الواحده. طبعا لو انا يعني اعتقد ان الثانيه كفايه بالمنظر ده كده، عايز تحرك اسرع محرك اسرع مش مشكله، ممكن تضرب دي في 400 هيحركها لك اسرع من كده بكتير. طيب علشان بقى اجيب الافكت اللي انا كنت حاطه اللي هو السيل باترن، خلي البليندنج مود بتاع النويز مالتي بلاي، بس قبل ما اعمله مالتي بلاي الونه، هحط كالوراما لان في بريسيت حلو قوي اسمها فاير، هفتح الاوتبوت واقول له فاير.
الشكل اللي انت شايفه ده، بس عشان تبقاش فاتحه قوي او اللون الابيض اللي هو الاوريجينال كلر بتاع النويز ظاهر، خلي بليند ويز اوريجينال خليها مثلا 15% اهو، بتقلل الساتوريشن شويه. فاضل ان انا افتح الفراكتال نويز واخلي البليندنج مود مالتبلاي بالشكل اللي انت شايفه دوت. طيب عشان ادي كمان بعد او حبكة للمشهد بتاعي، ممكن نعمل ايه؟ ممكن نديله بلر، بس مش عايز استخدم اي بلر. في نوع حلو قوي يعني دايما نستخدمه لما تعمل حاجه خاصه بالانصهار او حاجه بالحراره او عايز تدي ديبس اوف فيلد شكله حلو. ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل دوبليكيت لللاير دي، كنترول دي. اولا الايفكت اسمه لينس بلر، هنسمي دي ماب، اتك حرف الاي، هات الايفكتات، شيل الكالوراما والفراكتال نويز وخلي منها الطبقه الابيض واسود دي. بعد كده لان لازم اللينس بلر ياخد لاير يعمل منها البلر، اعمل كنترول شيفت سي لانه مش هيقبل الا كومبوزيشن، وشيلها خالص لاني مش عايزها. بعد كده تعالى على الباك جراوند، روح حط لينز بلر، اسحبه كده، شفت الشكل عامل ازاي؟ اول حاجه هقول له الديبث ماب لاير بتاعتك اللي هي الماب اللي احنا عملناها ابيض واسود من اللاير الاصليه، انفرت ديبس علشان يعمل لي ديبس على المناطق الغامقه زي ما انت شايف كده مش على المناطق اللي جوه. في عندك حاجه اسمها بلر فوكال ديستانس اللي هي المساحه او المسافه اللي بيعمل فيها البلر عشان تبين هنا شويه ديتيلز. ممكن نخلي دي 130 اهو، بين لك حب ديتيلز وفي نفس الوقت ادالك افكت 3D. طيب طبعا هو الشرح فيه طول بصراحه، فانا عايز اعمله درس لوحده البلاجن ده. نقفل، ندي بقى الاشعاع اللي احنا شفناه، نحط على طول الافكت المعروف اللي هو شاين بالمنظر ده اهو. طبعا هيقلب لك الدنيا في الاول مش مشكله، خلي البليند مود بتاعك سكرين. بعد كده زود طول الاشعه، خليه مثلا 15. البوست لايت اللي هو دعم الضوء او قوه الضوء خليها 12 مثلا، بحيث الضوء يبان بالمنظر ده. طبعا هو الشكل كده حلو لكن في الاحسن، ممكن لو انت عاجبك على كده سيبه ما فيش اي مشكله، لكن انا زودت حاجه اللي هي الشيمر اللي هو الديتيلز بتاع الشعاع. ممكن اقول له اعملي الاماونت ب 100% بالمنظر ده، والديتيلز بتاعتك مثلا خليها لي 40% بحيث يديلك اشعه بالشكل اللي انت شفته دي. يا جماعه ببساطه كانت يعني باك جراوند خلفيه تقدر تستفيد منها في حاجات كتيرة جدا. هي مش باك جراوند، هو تكنيك انك تدمج افكتات مع بعضها عشان تطلع منها حاجة بالمنظر ده. كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض، شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.